وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فائز الشاووش. مرحبا بك معنا سيد فائز. حياك الله ومرحبا. أهلا بكم. فوضى كبيرة في البصرة إذن، وغياب شبه تام لسيادة الدولة في ظل مواجهات وغضب عارم من العشائر، كيف تقيمون وتنظرون للأوضاع في البصرة؟ يعني بكل تأكيد، أولا تحية لكم ولا جميع مشاهديكم الكرام. بكل تأكيد ليس بجديد على هذه الحكومة أو الحكومات المتعاقبة التي عقبت 2003 والفوضى المنتشرة بالعراق من انتشار المخدرات والعصابات المنظمة وبيع أعضاء البشرية وسرقة أموال الشعب العراقي، وبالتالي لم تعالج هذه الحكومات المتعاقبة أي ملف، ويبدو بأن هذا الموضوع هو فيه توجيه لعدم استقرار العراق ولعدم الحفاظ على كرامة وسيادة العراق وشعبه، وبالتالي كلما يضعف العراق أكثر كلما تسيطر الدولة الجارة على مؤسسات الدولة العراقية وتضع حمايتها أكثر هي وميليشياتها، وبالتالي في الوقت الذي هم البرلمانيين نفسهم والأحزاب الحاكمة في العراق الآن هم من شرعوا قانون حمل السلاح بدون وضع ضوابط، وإلى هذا بأن نفس العشائر الموجودة في جنوب العراق ووسط العراق هم أكثر أبنائهم منخرطين في الميليشيات وفي القوات الأمنية، وبالتالي زودت هذه العشائر بعض الأسلحة من المتوسطة وحتى الثقيلة من قبل أبنائهم المنخرطين في هذه الميليشيات، ولا توجد هناك إرادة سياسية أو إرادة حكومية بجعل أو ضبط الوضع في العراق. واضح. أنباء أخرى تتحدث عن إحراق عدد من المنازل في قضاء التنومة شرقي البصرة بعد اندلاع نزاع عشائري، لماذا لا توجد الدولة في هذه النزاعات وتمنع اندلاعها من خلال تسويات بين تلك العشائر؟ أليس من أدوار الدولة الأمن الاجتماعي؟ يعني نعم، لكن في ظل غياب سيادة الدولة وفي ظل هيمنة الميليشيات والأحزاب المتسلطة التابعة إلى إيران على القرار السياسي والأمن في العراق والاقتصادي في العراق، لا توجد هناك حكومة ولا توجد هناك إرادة، ولم تتمكن أي حكومة من أخذ إرادة، لأنه الحكومة بالتالي هي شكلت في وضع محاصصة بين الأحزاب وبين الطوائف حسب لتقسيم المغانم. في الوقت اللي هم يستثمرون هذه العشائر لانتخابات مستقبلية، انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي هم يستخدمون أبناء الشعب العراقي لغرض المنافع الشخصية ولغرض الانتخابات، ولا يجرؤون ولا يتمكنون، وليس هناك إرادة لضبط الأمن أو اتخاذ قرار من قبل الحكومة، لأن الحكومة هي مشكلة من أحزاب تابعة إلى جهات خارجية، والإرادة في العراق العام والهيمنة في العراق العام للجارة وأحزابها الطائفية. والمشهد يشير بشكل واضح إلى انفلات السلاح، إلى ضعف واضح في أجهزة الدولة يؤدي إلى رفع وتيرة النزاعات العشائرية كما يقول المراقبون. بكل تأكيد، وكلما تتوتر الأوضاع بين العشائر ويصبح هناك انفلات قوي، كلما يزيد من عدم استقرار العراق، وكلما يزيد من عدم استقرار العراق هناك تسيطر أتجار إيران وميليشياتها على الملف الأمني والاقتصادي والسياسي والعسكري في العراق أكثر من السنوات السابقة، وهذا ما يكون مخطط له بين إيران والأحزاب الحاكمة في بغداد. هناك من يرى أن تسليح العشائر كان مقصودا منذ البداية، هل تعتقد أن السحر انقلب على الساحة؟ مقصوداً ومتفق عليه، بكل تأكيد مقصود ومتفق عليه، لكي يبقى الانفلات الأمني موجود في العراق ولكي تكون الدولة أو الحكومة عاجزة حتى وإن أرادت بأن تتخذ قرارات، لم تكون هناك قرارات جريئة، أي قرار جريء، لأن الحكومة العراقية بل بإنما بأيدي خارجية وبأيدي قادة الميليشيات
والأحزاب المتسلطة التي لم تشعر ولم تفكر في يوم ما لا حاضرا ولا في المستقبل في مصلحة العراقيين، بل إنما تفكر بمصالحها الخاصة ومصالح أحزابها ومطلق لغير العراق وليس للعراق. نعم. يعتقد سيد فائز أن هناك شخصيات بعينها ومنهم نواب هم من يقفون وراء انفلات الأمور في البصرة، ما أهدافهم باعتقادك؟ يعني عندما قبل أن تشترك الميليشيات في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، هناك هيمنة كاملة من قبل قادة الميليشيات على جميع مفاصل الدولة العراقية. فكيف الآن اشتركوا في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فأصبح الهيمنة أكثر من السابق، وأصبح هناك مشرع قانون يعملون بما يشاءون في العراق وفي الشعب العراقي وفي مقدرات الشعب العراقي. يضاف إلى ذلك خلال 16 عام جميع الأحزاب بجميع شخصياتهم هم يستنكرون الفساد والسرقة وانتشار المخدرات والعصابات، وبالتالي من هم الحاكم العراق إذا الجميع تستنكر هذه الأعمال الشنيعة التي تجري في العراق؟ من هو الحاكم في العراق؟ هل يكون هناك هنود هم حكام العراق أو بنغلاديش؟ نعم. أليس هم أنفسهم؟ نعم. وصل الأمر كما تابعتم إلى أسر عنصر من قوات سوات، هل أصبحت العشائر فوق الدولة؟ هل تريد العشائر أن تشتبك وتفتح حربا مع الدولة؟ أم ما الذي يجري بالضبط؟ هناك حالتين، أولا أكيد بكل تأكيد هي لها الهيمنة على الدولة، لأن أبنائها منخرطين في الميليشيات والقوات الأمنية، هم أنفسهم يعني جزء من الدولة. وحالة ثانية المراد منها وباتفاق مع جهات خارجية عدم الاستقرار في العراق ويبقى الانفلات الأمني في العراق، لأن ما دام الانفلات الأمني في العراق والدولة ضعيفة تبقى الجهات الخارجية مسيطرة على جميع مفاصل الدولة. وعندما تكون دولة سلطة قرار قوي لم تكون دولة أخرى بهذه المناسبة تدخل في شؤون العراق. بهذه المناسبة كيف تنظرون إلى موقف الدولة وسيادة الدولة وهي تطلب عطوة عشائرية؟ يعني عندما تطلب عطوة عشائرية ما معناه بأن السلطة العشائرية أقوى من سلطة الحكومة. نعم، مع الأسف. شكرا لك سيد فائز الشويش المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية.